بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلي وسلم على خير خلقه نبينا محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. اما بعد، ايها الاخوة، احمد الله سبحانه وتعالى لي ولكم ان بلغنا واياكم هذه الايام الفاضلة المباركة التي هي افضل ايام الدنيا وخيرها واحبها الى الله سبحانه وتعالى. اهنئ نفسي واياكم بحلول هذه الأيام المباركة، وهو خير ما يهنئ الإنسان أخيه المسلم بها وبمثلها، لما فيها من الفضائل والخيرات والأجور ومحبتها عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاجتهاد فيها، وأن يرزقنا النية الصالحة الصادقة فيها، وأن يرزقنا الهمة والعزيمة على الاجتهاد في العمل فيها. ونسأله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه ونتضرع إليه ونبتهل إليه أن يوفقنا فيها إلى خير ما يحب ربنا سبحانه وتعالى، ثم يتقبل منا ما نقدمه فيها. أيها الأخوة، في مواسم الخيرات يتفاوت الناس في إقبالهم على الخير، فبينما تجد بعض الناس من أصحاب الهمم والمطالب العالية يشمرون إلى الخيرات فيها ويتهيئون ويستعدون بالتعرف على أفضل الأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبالنية الصالحة الصادقة التي يتوجهون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، والإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال، ثم دعاءه وابتهال إليه أن يرزقهم ويتقبل منهم، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى ومنة وفضل على عباده الذين اختارهم أن يكونوا كذلك. تجد آخرين قد انصرفوا عن الاهتمام بهذه الأيام الفاضلة ولم تكن محل عنايتهم ولا اجتهادهم ولا الاهتمام بفضائلها وأجورها، فما السر في ذلك أيها الإخوة؟ بقدر ما يكون في قلب العبد من إيمان يكون إقباله على الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يكون انشغاله في هذه الدنيا واهتمامه بها وتعلق قلبه بها يكون انصرافه عن الخير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوجه عباده ويحذرهم وينبههم فيقول: يا أيها الذين آمنوا في عمل من أعمال الخير التي يدعوهم إليها ويرغبهم بها. يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع الدنيا، متاع الدنيا بالنسبة إلى متاع الآخرة قليل. الله سبحانه وتعالى يبين ويوضح ذلك ويقول للمؤمنين: ما لكم لا تنفروا، ما لكم لا تقبلوا، ما لكم تتأخروا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما الحياة الدنيا في الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاعه قليل، متاع الدنيا لا في نوعه ولا في عدده ولا في مدة البقاء فيه. فمتاع الدنيا مهما بلغ الإنسان فيه من تحصيل وإدراك وإحاطة، سواء كان من مال أو من منصب أو وغيره، يبقى متاع قليل لا شيء بالنسبة إلى متاع الآخرة، فهو متاع منقطع، متاع يتخلله مرض، يتخلله منغصات، تتخلله أسباب كثيرة تجعل ذلك المتاع متاع قليل لا شيء فيه. كما أن المتاع هذا الذي يحرص الإنسان فيه في هذه الحياة الدنيا قليل في مدته، الإنسان مهما تمتع في هذه الحياة الدنيا فإن متاعه فيها لا يقارن. كم سيعيش الإنسان في هذه المتاع، في هذه المتع الدنيوية؟ 60 70 80 سنة، 90 سنة. متاع الآخرة متاع أبدي، متاع الآخرة عند الله سبحانه وتعالى متاع أبدي، فهو لا يقارن. ولذلك تجد العبد بقدر كما قلنا
انشغاله بهذه الدنيا وتعلق قلبه بها و يكون انصرافه عن الآخرة ويكون انصرافه عن الإقبال على الآخرة. كما أن هناك وبقدر ما يكون عليه من أعمال الصالحة يكون إيمانه، وبقدر ما يكون من انصرافه عن أعماله الصالحة يضعف إيمانه ويتسلط عليه شيطانه، وهي من الأمور التي أيضا ينبغي أن يتنبه لها الإنسان إذا وجد نفسه قد انصرف عن أعمال الآخرة والإقبال على هذه المواسم الفاضلة وما فيها من الخيرات، أن يتنبه إلى شيطانه الذي تسلط عليه. فإن الشيطان يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مثالا في تسلطه على الإنسان حتى يصرفه عن أعمال الخير، فيقول عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب في كل عقدة نوم طويل، أرقد نوم طويل، أي وراءك ليل طويل. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيط، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هكذا الشيطان يريد من الإنسان أن يكون كسولا عن العبادة، خبيث النفس لأنه تخلف عن الله. وهكذا ينبغي للعبد أن يعتني بنفسه، يعتني بما فيها من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، بقدر منازل، بقدر إيمان العبد في قلبه تكون منازل العبد عند الله سبحانه وتعالى ومنزلته حتى في الدنيا والآخرة. حادثة طريفة ذكرها الحاكم في مستدركه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي لطيفة. يقول عمر ذات يوم وقد التفت إلى من حوله، قال: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى لو كانت هذه الدار مملوءة بالذهب فأنفقها في سبيل الله. وقال عمر: تمنوا. فقال آخر: أتمنى لو كانت هذه الدار مملوءة بالجواهر والزبرجد واللآلئ فأنفقها في سبيل الله وأتصدق منها. فقال عمر رضي الله عنه: تمنوا. فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا ندري، يعني لا ندري ماذا تريد. قال: أتمنى لو كانت هذه الدار مملوءة رجالا كأبي عبيدة عامر بن الجراح وكحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وسالم بن أبي حذيفة. لماذا قال ذلك؟ قال: لأستعين بهم على طاعة الله تعالى. فأهل الإيمان هم الذين يأتون بالخير. تمنوا جانبا هؤلاء الذين كانوا عند عمر، ووسيلة من وسائل الدنيا ليتقربوا فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي ذاهبة ومنصرفة. لكن هؤلاء بإيمانهم اختارهم عمر رضي الله عنه، وهو ذا نظر ثاقب وعبقري ومحدث هذه الأمة، يعرف أن الأعمال الصالحة يأتي بها الرجال، وهم الذين يدلون على الخير، وهم الذين يعملون الخير، وهم الذين يعينون على الخير، وهم الذين يصنعون الأحداث والمشاريع الخيرية وغيرها، أهل الإيمان. وهذا الأمر أيها الأخوة يتفاوت فيه الناس في هذه الحياة الدنيا، الناس يتفاوتون في منازلهم عند الله سبحانه وتعالى بأعمالهم وإيمانهم. وهذا ليس على سبيل المثال في عند الصحابة رضي الله عليهم، بل حتى الأنبياء يتفاوتون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات بقدر ما يقوم في قلوبهم من التضحية والعمل والجهاد والبذل لهذه الدعوة. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس كبقية أولي العزم، وأولي العزم ليسوا الأنبياء، ليسوا كمثلهم. وهكذا حتى الأمة يأتون يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى: السابقون السابقون أولئك المقربون. الله سبحانه وتعالى صنف الناس يوم القيامة أصناف، منهم السابق ومنهم أصحاب الإيمان، أصحاب الإيمان أصحاب اليمين، أصحاب اليمين السابقون السابقون أولئك المقربون، بدأ بهم الله جل وعلا بمسابقتهم بالخيرات والإدراكهم لذلك الخير، فكانوا هم المقربين عند الله سبحانه وتعالى. سابقون السابقون أولئك المقربون، أي من الله سبحانه وتعالى، بينما غيرهم ليسوا كمنزلتهم. منظر إلى هذا المثال، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة قال للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟
فقال أبو بكر الصديق أنا. قال من تصدق اليوم منكم على مسكين؟ فقال أبو بكر الصديق أنا. لاحظ الذي يجيب هو واحد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي جمع هذه الفضائل. ثم قال عليه الصلاة والسلام من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر الصديق أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. حاز السبق، حاز الفضائل، حاز وأدركها وسابق إليها، وما سبقه أحد إلا سبقه، ولذلك أولئك هم السابقون. فكن من السابقين إلى الخيرات، ولا تتردد في مثل هذه المواسم، فمن سابق إلى هذه المواسم فهي من علامات القبول والفوز والرضا من الله سبحانه وتعالى. فكن من السابقين لها إدراكها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها كغيرها. قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فهي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها. فلما جعل الله سبحانه وتعالى مفضلة عنده فاجعلها مفضلة عندك، ولا تجعلها تتساوى مع غيرها، لأنها أيام معدودة وستنتهي. هذا السبق، هذا الفضل، هذا التعظيم في الأجور محدود في هذه الأيام العشر. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل على الحسن عشر أمثاله، ولكن في هذه الأيام يزيد. فلا تتوانى ولا تتردد أن تكون من السابقين لإدراك هذه الفضائل، لأنها ستفوت وتموت وتمضي ولا تدري أن تدرك. ومن يعني فوائد حرصك على ذلك ومداومتك عليه أنك إذا كنت من الحريصين المداومين على ذلك وفاتك أجر من أجورها فإنه مكتوب لك، لأنك انقطعت عن العمل فيه بسبب الأسباب عارضة خارج عن إرادتك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سافر العبد أو مريض كتب له من العمل الصالح ما كان يعمله مقيما صحيحا. أي عارض يعرض لك إذا كنت من المداوم على العمل الصالح، أي عارض يعرض لك يمنعك من هذا العمل الصالح يكتب لك أجره وإن لم تفعل. ثم أمر أخير أيها الإخوة، من داوم على هذا واستمر عليه وكان من الحريصين عليه الملازمين له ومات، فإنه يبعث على ما مات عليه. فإذا كنت قد سابقت إلى هذه الخيرات وإدراك هذه المواسم الفاضلة وكنت من الحريصين عليها، فوافتك المنية في مثل هذه الأيام، فإنك ستبعث على ما مات على ما مت عليه. يقول عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه من العمل الصالح، من المسابقة له، ستكون من السابقين إن شاء الله تعالى. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الخيرات، المدركين فضائلها والمدركين أجورها والمنيلين إلى فضائل أجورها عند الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.